ايش كان يصير عندي شويه نيجاتيف فولتج بالاخر هناك؟ كان يقطع لما يصير فولتج صفر ما يكون كرنت. ليش؟ اندكتيف لود. وهذا راح يصير معي نفس الشيء الان لو حطيت اندكتيف لود لو حولته راح يصير نفس الشيء. السبب لما بدك تحط اندكتيف لود لما الفولتج ينزل لزيرو الكرنت لسه بكون في له قيمه لانه لاجن. فما بعملش سويتشنج اوف في الاس سي ار او الدايركت. بضل مستمر لحد ما الكرنت اللي مار ينزل لزيرو، لما الكرنت اللي مار ينزل لزيرو بطفي وما بيشتغل مره ثانيه. خلينا نجرب ونشوف الان. راح احول هذا اللود الان زي ما كنا نعمل بالاول كان عندي هذا 10 خليني احول هذا ل ار ال واحط هاي 32 ملي هنري. راح احول هاي ل 32 ملي هنري واعمل اوكي. والزاويه عندي هون زاويه اللود ها لاحظوا زاويه اللود مش الفايرنج انجل، زاويه اللود هون تقريبا قديش؟ احنا عاملينها 45 الفايرنج انجل 30 لسه. خلينا نعمل رن الان ونشوف شو بصير. هلا رجع لنا اللي انت كنت تحكي عنه مضبوط؟ هي لاحظ هون خلينا نعمل زوم على المنطقه هاي. هاي الفولتج لما نزل لزيرو الكرنت كان نزل فيه قيمه، كان مخزن ال 0.4 او 0.04 جولز مش هيك؟ نزل الكرنت، لما الكرنت وصل زيرو السيستم طفى وبعدين طبعا بقى يستنى مره ثانيه لحد ما دكتور لما انت سويت زوم على الكرنت دكتور الكرنت بطل ينزل ماينس شوي بعدين يطلع ويوصل مره هلا هاي الشغلات هاي لانه هو مش ايدل انت بتحكي عن هذا من هون مش هيك؟ هذا نزل شوي صغير من هون مش هيك؟ ما بتهمنيش كثير هلا هو احنا بنركز عليه كانه ايدل هلا هو لانه احنا حاطين نون ايدل كومبوننتس عم بصير عندي اشياء اخرى بس هو تقريبا هون احنا بنعتبر انه وصل زيرو وصل زيرو نزل تحت اللاتشنج تبع الاس سي ار طفى الاس سي ار خلص انتهى وطفى لحد ما نعمل له فايرنج مره ثانيه. اوكي؟ ماشي. واضحه هلا هي اسد عليها؟ اذا قدرنا الان احنا نتحكم بالفولتج والكرنت اللي بوديه اني اغير الفايرنج انجل، خلينا نزبط الفايرنج انجل شوي هون او عفوا ازيد الفايرنج انجل اقل فوق. انا خلينا نشوف نجرب اذا بقدر اعمل 120. ايش راح يصير بالفولتج؟ راح ينزل الفولتج مش هيك؟ بتلاحظوا هون تاخرت الفايرنج لاني انا غيرتها ل 120 لازم نطلع هون راح تلاحظ بس هاي القطعه اللي موجوده هون تقريبا بتعتمد هاي على الزاويه تبعت اللود فعملنا فايرنج هلا هون في نقطه مهمه خلينا نحكي فيها الان قبل ما نروح تتذكروا حكينا عرض البلس هاي قديش قلنا؟ 10 10 هلا لما يكون عندي اندكتيف لود بدي اكتب ما بقدر اصغرها كثير لو صغرتها كثير شو بصير؟ البلس هاي عرض البلس ممكن ما يشتغل الاس سي ار ما يلحق يشتغل بالضبط بيطلع الكرنت بس ما بيلحق يوصل اللاتشنج وبكون شلت عنه الجيت خلينا نجرب ونشوف خلينا نشوف نجرب قديش نقدر ننزلها ويبطل يشتغل مثلا خلينا ننزلها هون ل 5 ديجريز مثلا هاي مهمه خصوصا بالاندكتيف لود هي نزلناها ل 5 درجات هلا رح نشوف انه هل بلحق انه يوصل اللاتشنج كرنت قبل ما اشيل عنه الجيت هلا هون ما فيش مشكله اشتغل مش هيك؟ خلينا ننزلها لواحد هون لواحد ديجري 1 ديجري ونشوف اظن بقدر ننزل لاقل من 1 ديجري برضه اشتغل هون هذا يمكن بده يكون اللود الاندكتيف لود اشد كاندكتيف لود حتى تصير في عندي مشكله خلينا نشوف لو انا زدت الاندكتنس هون بدل ما تكون 32 مثلا عملتها 320 هيفلي مور هيفلي اندكتيف صار اللود خلينا نشوف اذا بطفي او بطل يشتغل معي اشتغل صار الدكتور هذا عم بعمل هون زي ريزونانس وهذا بس لسه عم بشتغل يعني الفكره فيها اللي بدك تنتبه عليها انه هاي البلس كويس يكون لها نوع من العرض 10 درجات احسن يكون فيها شويه عرض عشان انه لما بشغل ما لما بيوصل اللاتشنج بضل شغال في اسئله على هاي خليني ارجع هذه نعم دايما ارجع هاي زي ما كانت 32 ملي هنري نعم تفضل نعم ما ظبطها ما عملت 10 ما ظبطها 10 طب دكتور ليش صار ريزونانت؟ لانه هلا غيرت قيم ار و ال زدت قيمه ال فصار عندي كانه السيستم كيف الكونترول بكون عندي اندر دامب صار كانه اندر دامب احنا قد
مش كل تأكيد الفارق يعني ال 120 هاي عم يشتغل معي بشكل اوكي بس واضح هاي هاي لسه عرض الخمس هون 10 عم بيطلع لعين نيجاتيف بسبب الزاويه اول فايرنج كان اكبر من البدايه بدك تدرك في البدايه لسه السيستم عم بمر في ترانزيت اهمل الترانزيت اللي هون وركز على الفتره اللي بعدها بس هو جمال السيميليك او يعني قوه السيميليك انه عمال باخذ الترانزيت هذا يعني بيعمل سيميليشن حقيقي هسه الثيرستر حتى اللي من هون قبل السيكشن عفوا على زوق الثيرستر حتى اللي يعني من هون قبل الكروس قصدك السينكرونايزيشن هذا؟ السينكرونايزيشن عندي وين الزيرو كروسينج؟ هلا بدي احسب 120 درجة من هذا الزيرو كروسينج يعني لو اخذت على فكرة هذا ما اظن راح يشتغل لو اخذت هذا وشفت له اياه ما راح يعرف راح يعطي البطس خلينا نشوف شو بيصير لو شغلنا الان هذا هو في مشكلة مضبوط مفيش سينكرونايزيشن مفيش شيء يعمل له سينكرونايزيشن يعني هلا هو بقول لك ماشي 120 بس 120 بالنسبة لايش عملها؟ وين الزيرو كروسنج؟ فضروري اعطيني اي بي وضروري اعطيني اي بي الصحيح يعني شوف لو رحت دخلته مش على اي بي دخلته على بي سي هذا الخط راح يصير كله لخبطة لاني عم بعطيه سينكرونايزيشن الغلط بالنسبة لهذا مضبوط؟ يعني لازم يكون هو الصحيح راح يطلع البلس مختلفة هلا بلس ثانية مختلفة نفس الشيء المفروض هون ما راح يشتغل مضبوط لاني عم بعطيه المكان الغلط بالنسبة للبلس هاي، البلس هاي تكون بالنسبة لأي بي. بتوقع نفس الشيء رح يصير عندي مشكلة بالها، لازم تيجي البلس في المكان الصحيح، وحتى تيجي في المكان الصحيح لازم أحدد الفارنج أنجل ولازم أعطيه سينكرونايزيشن، ولذلك البلوك نفسه اسمه شو هو؟ كل البلوك شو اسمه؟ سينكرونايز 6 بلس جنريت. في أن سينكرونايز؟ لا لا يا خليل، يعني هو بس بقول لك إنه هو لازم يكون سينكرونايز. نتأكد آخر إشي قبل ما ننهي نتطلع على الويف فورم نزلات. طيب لو بدي أحول هلا هاي لفول ويف شو بدي أعمل؟ بحط الثيرستر الثاني. تمام كيف بحط الثيرستر الثاني؟ وين بحطه؟ بدي يكون أنتي بارلل، أنتي بارلل، شو يعني أنتي بارلل؟ بجيب واحد ثاني بحطه هيك بكون موصول معه. فهذا بده يتكفل في مين؟ بده يتكفل في البوزيتيف هاف سايكل والثاني اللي بحطه هيك اتجاهه بده يتكفل في النيجاتيف هاف سايكل وبدي اخذ له بلس من واحد اثنين ثالث اللي هو راح يعطيني بلس 180 درجة اوت اوف فيز مع هاي البلس بعد هاي 180 درجة وراح نشوفه هذا في المرة القادمة.